اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. يوم الحد من كل أسبوع الأكل الصحي، يعني صحتك في أكلتك، والأكلة طبعا الحلوة، وإن احنا نهرب من الدهون اللي موجودة فيها والزيوت اللي موجودة فيها، ده مهم جدا. ويقول لك الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج. خلونا نشتغل على حتة الوقاية خير من العلاج، إن مطبخنا يكون مطبخ صحي وفيه اعتدال لاستخدامنا للمواد بتاعتنا، سواء زيوت أو دهون أو الماتيريال بتاعنا مكونات الأكلة. معايا كبد فراخ النهاردة، عايز أعملها مشوية بدبس الرمان. إيه المادة الدهنية اللي هستخدمها هنا؟ معلقتين زيت زيتون، معنا دبس الرمان، مع فصين ثوم، قرن فلفل حار، ما نحرماش. هنعمل كبد مشوية بدبس الرمان، صحية صحية، نقدر نقول بنسبة 80%. معانا مافن الكنوة، الكنوة دي طبعا يعني يمكن سعرها غالي شوية، بس هي متواجدة دلوقتي في كل السوبر ماركات. بتجيب الكنوة، في منها الأبيض، في منها المخلوط أبيض وأسود، في أسود بس. فالكنوة طبعا حبوب، هنعملها النهاردة مع بعض مافن مع الخضار، بروتين، تشكيلة من الخضار، في ليفر وطعم، مكوناتنا في البيض الجميل، الشوفاني ممكن يتدخل في الموضوع، تبقى لطيفة وجميلة. معانا النهاردة كمان سلطة الخس الجميلة بخل التفاح، هنعملها مع بعض ازاي؟ أكيد برضه هيكون لها فكر طهوي بسيط وسهل. والسلطات من الحاجات المفيدة جدا في التخلص من الكوليسترول، سواء مكوناتها مع خل تفاح أو الحامض اللي هو عصير الليمون. مش عايز أطول على حضراتكم لأن في تفاصيل كتيرة في الحلقة، بما إن الأكل صحي ممكن الماتيريال هنا في متناول الجميع، بس التفنن والإبداع الطهوي في إن أنا أعمل أكل صحي ده مجهود كبير على فكرة. وبما إن أنا دارس تغذية وفاهم أنا بعمل إيه وبحط إيه على إيه عشان في الآخر يديني إيه، دي حدوتة وحكاية. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لها، أوعى تروحوا بعيد تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ايه قصه المافن، حادي او حلو؟ المافن احنا عارفين ممكن يتعمل بالتوت، يتعمل بالتفاح، يتعمل بالبلوبري زي ما احنا عايزين، ولكن ان انا اعمله بالخضار مع الكنوه اكيد في افكار بسيطه وسهله. احنا خلينا من الحلو، خلينا في الحادي. مقادير المافن على الشاشه. كنوه بتجيبيها تنقعها في ميه مغليه، تصفيها، تبقى معانا بالشكل ده كده. حلو، معانا دقيق، معانا جزر مبشور، معانا كوسه مبشوره اهي زي الفل، ايوه، بيكنج باودر، بيض في المكونات. وتعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بالتفاصيل. والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه زعتر، وتقريبا البهارات دي اختياري ولكن الاساسي فيها ملح وفلفل. المقادير على الشاشه، المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة وفي متناول الجميع. مقاديرها مع بعض على الشاشة، تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. حلو الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب بولة زي دي كده، تعالوا نشوف هنعملها ازاي بالمضرب، ونبدأ نخفق مكونات المافن. معانا الخفق، ثلاث بيضات متوسطين الحجم. المافن مش بيحب بيض كتير، ولكن يحب تدخل البيكنج باودر كماده رافعه او العضلات بتاعته. حلو، بنقلب مع البيض ده كده. لا فانيليا يا شفيه لو انا هعمل حلو، انا بعمل مافن عشان نتخلص من الزفاره بتاعه البيض. نعمل ايه؟ اه، رشه ملح صغيره للتخلص من زفارة البيض في حالة استخدامه في مكونات أكل حادي. نعمل إيه؟ بنحط فلفل أسود، مش فانيليا، وشوية بابريكا كده. أنا اتخلصت من الزفارة بتاعة البيض، مع فص ثوم محترم. الناس اللي بتشم ريحه البيض في الكيك او في الكب كيك او المافن، دي سنه شبت صغيره كده. للزفاره مفيش مكان بينا او ملهاش مكان بينا، اهو قلبت البيض كده مع الثوم مع الفلفل مع البابريكا مع الشبت، ده الاساس.
والخفق جيدا. حلو قوي. استخدامنا للماده الدهنيه ايه؟ بما ان احنا بنعمل اكل صحي ممكن نحط زبده؟ لا، هنحط بالامانه كده معلقتين زيت. شكرا. تمام، نبدا ننزل يا عم الشيف بالكنوه. الكنوه دي بتتجاب زي ما قلت لحضراتكم، بتتحط في ماء مغلي. دي بيكنج باودر، ده اساسي، الماده الرافعه بتاعتي، معلقه كبيره محترمه. نشيل كل ده من هنا ونقلب دول كده مع البيض. شفت كده اهو القوام هنا، كاننا بنعمل عجينه. ننزل بالخضار بتاعنا. الخضار بتاعنا هنا كوسه مبشوره، حلو، جزر مبشور في المكونات. هتحتاج مني بعض السوائل. هنضيف ايه يا عم الشيف؟ تقريبا نص كوب من الحليب حسب الرغبه. ناخد كده الكوسه المبشوره الحلوه دي كده، الجزر المبشور الحلو ده كده، البصلايه المفرومه الناعمه الحلوه دي كده. كل دول مع بعضيهم يا عم الشيف، كل دول مع بعضيهم. بناخد ممكن هنا على فكره عصر الكمون حلوه، بنحطها هنا مع المافي اللطيفه وجميله، خاصه مع بقيه الفيتامين كلها. والحليب بتاعنا واحد تقريبا، معنا الحليب زادت بنزود. احنا مش هنستخدم المضرب هنا، نستخدم الاسبيتيولا بتاعتي الحلوه دي كده، ونقلب المقادير دي كلها مع بعضيها. لطيفه والله يا شيف، دي فيها كل العناصر الغذائيه. بقى تعالوا هنا نخش في تفاصيل الاكله دي. تفاصيلها ايه يا عم الشيف؟ الكنوه بروتين، نشويات، كربوهيدرات، قيمتها الغذائيه عاليه جدا، ممكن يكون سعرها غالي شويه. البيض اللي احنا حطيناه يعني بروتين حيواني، يعني كالسيوم، يعني معادن. جزر فيتامين سي، كوسه الياف للجهاز الهضمي. بصرف النظر عن التوابل اللطيفه اللي بتنشط الجهاز الهضمي، كل دول مع بعضيهم. الله، تخلي بالك الاساس هنا شويه التوابل اللي انا حطيتهم مع البيض. بنشيل كل ده هنا ملوش لازمه. هنجيب قالب حلو، القالب ده بنحط في ارضيته ورقه زبده لطيفه وجميله كده. تعالوا نشوفوا ازاي هنعمل مافن، قالب مافن بالكنوة. الكنوة مفيدة، تأسيس المافن سهل جدا. قالب زي ده كده بالشكل ده كده، ناخد المقدار بتاعنا في قلب القالب، ننزل كده اهو درجة حرارة الفرن عندك 180، بس أنا مش هدخلها فرن دلوقتي الطبيعي غير الكيكة. بسيب كل المكونات مع بعضها تنسجم. هاخد بعضي أطلع فاصل صغير، أرجع بعد الفاصل نشوف إزاي. شفت بقى المقادير؟ هي دي أهي، دي عكس الإيه؟ الكيكة. نحط المكونات كلها مع بعضها كده ونسيبها ترتاح في قلب القالب. المافن غير الكب كيك غير الكيكة. زي الفل. هنا بيكنج باودر، هنا مكونات. خلي بالك وجود السوائل زي الكوسه المبشوره او الجزر المبشور في مكونات المافن، او بتعملي كيكه بالخضار عكس ما بتعملي كيكه ساده خالص فيها شوكولاته او فيها كاكاو، الموضوع بيفرق هنا. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لتفاصيل صغيره ازاي نعمل كبد فراخ من غير كلاوي ومن غير قلوب ومن غير قوانص، نعملها ازاي بدبس الرمان صحيه. والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد.
مافن او قالب المافن، حطيناه في الفرن في درجه حراره 180 كالعاده. التايم بتاعنا تقريبا، الصوره الحلوه من داخل الفرن تتحدث عن نفسها، تقريبا من 30 ل 35 دقيقه في الفرن. هناخد بعضينا وتعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل كبد الفراخ المشويه بدبس الرمان. معانا كبد فراخ ومعانا دبس الرمان، قليل من الشوفان، معلقتين شوفان، ثلاث معالق شوفان، هي التركايه كده. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، ومعانا معلقه دقيق، ومعانا الثوم وعصير ليمون، والمقادير على الشاشه لا تتعدى اصابع ايدك العشره، ولكن الوقايه خير من العلاج من ايدك. الوقايه خير من العلاج من ايدك، واستخداماتك وطريقتك في المطبخ واسلوبك في المطبخ وثقافتك في المطبخ وانك تتابع الشيف المغازي على القناه الاولى، هو كل ده مفاتيح السعاده الزوجيه يا ست الكل يا هانم يا ست الهوانم، هو المطبخ. تعالوا نشوف نتبل الفراخ الاول قبل كل حاجه. كبد الفراخ نتبلها مع بعض. حلو؟ اه، تتبيله بسيطه وسهله. ادي كبد الفراخ. خلي بالك، حذاري واكتبيها على باب الثلاجه، وممنوع منعا باتا تغسل الكبده بميه سخنه، تتغسل بميه ساقعه، والكبده تتغسل وهي سليمه قبل التقطيع مش بعد التقطيع. اكتبها كده على باب التلاجه، غسيل الكبده قبل التقطيع مش بعد التقطيع. الكبده هنا بالشكل ده كده، باخد عود روزماري حلو لطيف وجميل زي ده كده. الله، روزماري مع الكبده. اه، فص ثوم، شويه الملح الحلوين، شويه الفلفل الاسود الحلوين. خلي بالك في طاسه بتسخن على النار، بس الطاسه دي غير الطاسه اللي بنعمل فيها الكبده الاسكندراني، طاسه عاديه مسطحه. حلو، كبده كبده الفراخ بتحب الكمون، حط شويه كمون، شويه بابريكا. تبلت الفراخ، تبلت كبد الفراخ. على فكره التوابل من الحاجات اللطيفه الجميله اللي بتنشط الجهاز الهضمي، عشان نبقوا عارفين كويس. عصره ليمون، كده مفيش زفاره في الكبده خالص. الناس اللي بترضاش تاكل كبد الفراخ عشان فيها زفاره، معلقه خل صغيره، وأقلب الكبدة دي بالتتبيلة دي، وأقلب الكبدة دي بالتتبيلة دي زي ما أنا شغال كده. اوعى تحط زيت، عشان أنا هعمل تركاية دلوقتي مهمة جدا، حذاري إنك تحط زيت يا ست الكل. وأسيب التتبيلة وكبد الفراخ في قلب التتبيلة والجوس ده كده، اللي هو عصير ليمون، معلقة خل صغيرة، ثوم، روزماري، زعتر، ملح وفلفل، وشويه بابريكا. انا عملت هنا، خدت معلقتين من الشوفان مع معلقه دي، قلبتهم على بعض، ومعايا طاسه شديده الحراره على النار. هاخد الطاسه، هاخد الكبده مع الخليط اللي انا عملته ده كده، ونقف مع بعض هنا كده. حلو، ونشتغل مع بعض بشويه زيت زيتون في قلب الحله دي أو الطاسة دي أهي. آخد العود الروزماري الحلو ده كده، بحطه في الطاسة كده، وآخد الكبدة بتاعتي دي كده. الله، جديدة دي؟ آه جديدة. كبد الفراخ مشوية بدبس الرمان، بعد التحميرة الحلوة دي كده بطفيها بدبس الرمان مخلوط بعصير ليمون، بينزل على الكبده بعد ما تتحمر. الله، دي ما بتاخدش وقت كبير في السوى، وحاجه جديده وطريقه جديده. اه، حبها سبايسي، هات قرن فلفل حار وحطيها معاها. اه، حطيت الروزماري ليه؟ المخرج بيسالني، عشان يدي فليفر وطعم للروزماري، والدليل على كده بنلاقي الناس المحترفين مع زيت الزيتون يحط روزماري،
مع بعض المخللات يحط روزماري عشان الفليفر بتاع الروزماري مع زيت الزيتون بياخده في حتة تانية خالص. اهو مطبخنا بسيط وسهل، مكوناته في متناول الجميع، بيعتمد على البركة، أكلة الأم من أصابع إيديها الخامسة والعشرة. اهو الشوفان مع الدقيق، تحمست الشوفان بقى مع الكبدة تحس انك انت بتاكلها بالفستق الحلبي او لوز، يا مزاج اللوز. اه زي الفل، نشيل كل ده من هنا، نحضر دبس الرمان، كل دول زي الفل، ترويع على المطبخ بتاعنا الطبيعي. وانت مطلوب منك ده على فكرة، مطبخك يبقى رايق اول باول، تقعد في وسط ولادك، تقعد على الطبلية، تقعد على السفرة في وسطيهم عشان تسمعي كلمة حلوة، تسلم ايدك يا ماميتو، تسلم ايدك يا امي، وهكذا. اه هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنقلب هنقلب الكبدة واحدة واحدة واحنا مع بعض كده. اه نعم يا غالي، نبص بصة ما نبصش ليه؟ عايز تبص على المافن حابب ولا تحرق على الكبدة؟ حاضر حاضر عيني، حاضر اهو، بص على الحلاوه دي كده بقى. اهو ده ايه الحلاوه دي؟ لا الروزماري ده اشيله كده، انا مش عايزه بقى خلاص خلاص. اه خدت الطعم بتاعه، شكرا، وسع السكه شويه. دي جديده يا شيف والله، غلفت الكبده، كفر الكبده بالشوفان ومعلقه الدقيق، خدت التحميره بقت كريسبي في التحمير او في الشوي. الوقاية خير من العلاج، اختار يوم في الأسبوع، احنا اخترنا الحد من الأسبوع اللي هو تاني يوم من الأسبوع بنعمل أكل صحي، انت اختار اليوم المناسب ليك، مش لازم يكون الحد، بس لازم تمسكي ورقة وقلم وتركزي شوية في مكونات الأكلة. بعمل كبسة، ايه مكونات الكبسة؟ الشيف المغازة عملها قبل كده صحي او دايت بنسبة 60%، انا دايما بتعدى نسبة 50% اللي هي المرحلة الثالثة من التنسيق، خلينا في المرحلة الثانية من التنسيق والمرحلة الاولى بنسبة 60%. الرز يتعامل كبسة ازاي؟ مع الكبسة الرز يتسلق، ياخد غلوة على النار، نخلص من النشويات بتاعته ونحتفظ بالرز على جنب. نختار اللحمة نسبة الدهون فيها زيرو او نسبة 5% دهون كده، انا بكلمك على حاجات نخلص منها، استخدامنا للزيت بدل السمنه او الزبده في الكبسه، وهكذا. بقت عندنا شوربه بنسبه تقريبا 80% ما فيهاش دسامه. الرز بتاعنا اتخلصنا من النشويات بتاعته ان احنا سلقناه في غلوه وتخلصنا من الميه. الخضار ضفت ودعمتها بخضار زي كوسه اللي هي كبسه بالدجاج والخضار، كبسه باللحم الضاني والخضار، دعمتيها بكوسه، دعمتيها بجزر، دعمتيها بطماطم، دعمتيها بقرع عسلي زي ما انت عايزه، وكده بقت كبسه ايه؟ صحية بنسبة كام؟ 90%، مرحلة طب. حلو الكلام؟ الكبدة على النار بتستوي في الشكل ده كده، ضمتها لبعضيها عشان أعمل عملية احتباس للبخار، عشان هنزل دلوقتي عليها بزغروطة حلوة زي ما هي كده شغالة. بجيب بولة، بحط في البولة دي يا عم الشيف وأنا شغال كده، معلقة توم نية، دبس رمان، حلو قوي. بس خلي بالك ده لما ينزل على الكبده بقى وهي متحمصه وهي مقرمشه حكايه. اه ده دبس رمان، ودبس الرمان على فكره قيمته الغذائيه عاليه جدا، اخواننا الشوام السوريين واللبنانيين كثير الاستخدام في مطبخهم. عصير ليمون، حلو. هعمل ايه انا بقى؟ تركايه ودي مش موجوده في المقادير يا استاذه رحاب، ممكن تكتبيها. معلقه طماطم مبشوره اختياري، هي دي بس خلاص، تدي حمار، تديني لون برونز حلو ولطيف. هنقلب الخليط ده كله مع بعض. اه مش هحط صلصه، حطيتش صلصه انا، حطيت ايه؟ معلقه طماطم مبشوره،
اخبار الكبد ايه؟ خلاص اخد الخليط بتاعي ده كده. الله على القوام. اخد الخليط ده كده واسقطه على الكبد. يلا واحده واحده كده، هو ده. الله، بالله عليك لو بتحبيني جربي الاكله دي. صحيه بنسبه كام يا شيف؟ انت اللي هتقولي مش انا. الله، انا عايز اقف جنب الطاسه دي ما اتحركش. شامم روايح جميله جدا. مطبخ رؤية، فن ابداع، الوقاية خير من العلاج من ايدك. لما بقول الوقاية خير من العلاج من ايدك، الف انا وشفا. حلو قوي. المخرج سألني وانا شغال بس ما جاوبتوش على السؤال ده، حبيت اجاوبه في الوقت المناسب. بيقول لي حطيت دقيق ليه مع الشوفان؟ اجاوب هنا بقى، دي الخبرة الطهوية بقى، سر في الطاسة والمغازي جابوا الخلاصة. وجود معلقة دي مع الشوفان هتديني جوسي قوام ولزج، له قوام مع البهريز بتاع دبس الرمان. إذا الكبدة هنا هتتكفر أو هيبقى الكفر بتاعها دبس الرمان بوجود معلقة الدقيق. هتقول لي الشوفان، الشوفان عنده شوية تناكة، ما بيدينيش الألياف بتاعته ولا المخالب بتاعته ولا الخيوط العنكبوتية بتاعته إلا بعد وقت كبير. والدليل على كده اطفالنا الحلوين اتفطمنا، حط له زبادي على الشوفان، حط له شويه حليب على الشوفان وحطهم في الثلاجه، من بالليل هيصبح الصبح ياكلهم يبقوا طريين وزي الفل. عرفت الشوفان عنده شويه تقل ازاي؟ والتقل صنعه. انا حطيت معلقه الدقيق مع الشوفان عشان تديني قوام للبهريز. نبص عليه كده، بص عليه مخرجنا الجميل، هو ده. شفت القوام جه منين؟ هو ده. هو شفت القوام؟ هو ده. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف المافن اللي في الفرن. الكبده هنا بتتدمس على النار مع دبس الرمان والخبره والتركايه الطهويه. نرجع لسلطه الخس هنشوف نعملها مع بعض ازاي، والاكل النهارده صحي. ولما بقول الوقايه خير من العلاج، احنا لما نعمل كنترول على اكلنا مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع، انت وشطارتك وانت وعزيمتك، اكيد هنا هيبقى في وقفه مع افراد الاسره الصغير والكبير. فاصل، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة مع كبد بالفراخ شربة من دبس الرمان، شربانة حب، خبرة طهوية. تلاحظ ايه فيها كريسبي اهي، بص عليها كده مخرجنا الجميل، اهي اهي، شوف الحلاوة دي كده، اهي اهي يا فندم، اهي 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 اهي، شوف الحلاوة، شوف الجمال، اهي كلها دبس رمان. معلقة الدقيق جاوبتك انا عليها حطيتها ليه. طب نغرفها ازاي دي يا عم الشيف؟ هو ده الكلام، بتجيب سيرفيس حلو كده. شوفي بقى، انا هاكلك حاجه حقوق الطبع لدينا وبس. السبانخ او الجرجير لنا موقف معاه. ايه الموقف بتاعه؟ السبانخ ما بناكلهاش الا ناكلها مثلا يخنه السبانخ بالرز، يخنه السبانخ بالعدس. ايه الصوره الحلوه دي؟ ايه الصوره المبدعه؟ حلو، قلب الصغير لا يتحمل، فص الكبده. معايا شويه سبانخ او جرجير اختياري، هناخدهم كده عشان يشرب من دبس الرمان والبهريز بتاع الكبد، نقوم ناكلهم سواء جرجير سواء سبانخ. حلو الكلام. او هندباء. هتقولي ما هي الهندباء؟ هي السريس من خير ارضنا، الريف المصري والصعيد المصري اللي بيستمتع بزراعه الارض المصريه. هندباء او سريس من اغلى انواع المقبلات في المطبخ اللبناني. خلي بالك، احنا ربنا انعم علينا. والله العظيم، هندباء او سريس. هناخد الخلطه الحلوه دي كده ونبدا نغرف الطبق ده كده بشياكه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل. على الجرجير، على السبانخ، واحنا شغالين مع بعض كده واحده واحده. خلي بالك، مهم جدا ان احنا ناكل ولادنا سبانخ غنية بالحديد. شفت ازاي؟ الخضروات الورقية بالذات زي السبانخ زي الجرجير زي الخس، اول ما بتشم ريحة بخار او سخونة او درجة حرارة ايا كانت، او خل او ليمون، بتهبط
بس بتستفيد من القيمة الغذائية العالية. صدقني بجد شوية الخضار اللي تحت الكبدة دولت هتسيبي كل حاجة وتاكليهم. انا عارف الصورة على الشاشة شهية مارية هنية. الله، ايه الحلاوة دي يا عمش؟ ايه الجمال ده؟ ايه الابداع الطهوي ده؟ شوية البهريز دول انا عايزهم، دول ما يتسابوش يا شفيق، دول الحكاية، دول الحدوتة اهم. الله كده اهو، هو ده اهو البهريز ده اهو. طبعا اهو شفت دولت حكاية. انزل بهم كده على وش الكبدة. بتحب الشيف المغازي؟ بتتابع برنامج أكلة أمي؟ اعملي الكبدة دي النهاردة بالطريقة دي، ما تنسيش معلقة الدقيق اللي اتحطيت على الشوفان، هي السر، هي التركاية. بس خلاص هنشيل كل ده من هنا ونروع الكبدة بتاعتنا بألف هنا وشفا. ولكن حط في الاعتبار مطبخك يبقى رايق اول باول عشان تقعدي في وسط ولادك تسمعي الكلمه الحلوه، البوسه على الايد من اولادك من جوزك، تسلم ايدك يا ست الكل. عملتيها ازاي؟ بفتح القناه الاولى شفت الشيف المغازي عمل كبده الفراخ النهارده بطريقه جديده، الجارنش والبرزنتيشن ممكن يكون سلايز من الليمون او البرتقال حسب الرغبه. معانا الاثنين، ادي ليمونه حلوه، نشوف ايه اللي في الفرن نطلعه. اللهم صل على النبي. معايا توست، معايا مافن. الله حلو قوي المافن، اطلعه ايه رايك تبص عليه؟ يلا بينا. بص على الحلاوه، ناخد الليمون ده كده يعني هي الكبده تحب الليمون، تحب الفلفل الحار، ده اختياري بقى، دي بتاعتك انت. في الليمون الكبير ده خدها كده، يفرق الشكل هنا. يفرق البرزنتيشن، مهمه جدا الشكل، مطلوب جدا. الف هنا وشفا للي ياكل. تعالوا مع بعض نعمل سلطه اسمها سلطة الخس بمقادير بسيطة وسهلة، وفرصة بنعمل السلطة نتكلم عن ازاي نغسل الخضار بتاعنا سواء جرجير سواء خس ونحتفظ بالقيمة الغذائية اللي موجودة فيه، وده مهم جدا. نعم يا غالي يا مخرجنا يا مبدع، الكب كيك او المافن او كعك العيد او التورتايه ما ينفعش اول ما تطلع من الفرن تتعامل معاها خالص انك تطلعها وتسيبها، تهدى خالص بعدين نشوف هنعمل فيها ايه، يا اما نطلعها ونقطعها يا اما نخليها زي ما هي زي ما احنا حابين. وبعض الناس المحترفين يتحط المفروض في الثلاجه ياخد عمليه تبريد سريعه، تبريد مفاجئ، سواء الكيك سواء بتعمل تورتايه او الكيكه الاسفنجيه، تتحط في الثلاجه عشان نقدر نتحكم فيها بسكينه المنشار او الاسباتيولا اللي بنقطع بيها. معانا كبد الفراخ، معانا سلايز الليمون، تعالوا شوفوا نعمل سلطه الخس ازاي واحنا واقفين مع بعض. المقادير على الشاشه، خس، توم، عصير ليمون، معلقه خل، زيت زيتون، والسرفيز اللي احنا هنشتغل فيه. اللهم صل على النبي. ادي الخس بتاعنا، طبق السلطه ده دايما انا بقول عليه لوحه فنيه تتغزلي فيه وانت بتعملي ايه. بمكوناته بقى، مش لازم تجيب الخس الغالي ده، ممكن يكون عندك مثلا كابوتشا حمراء، الخس اللي هو الكرنب الاحمر عادي ما لقيتوش فجبت الخس الهندبه الحمراء دي جميله اهو.
هناخد كده أطرافها الألوان الجميلة اللي بتدي بهجة. حلو اهو. طبق السلطة يا اخوانا على السفرة لوحة فنية. معطيات الحب، برهان الحب لأولادك لأسرتك لجوزك من تقطيع الخيارة. والله ممكن تكون عاملة ديك رومي، بس شوية السلطة اللي انت عاملاهم بعت له رسالة قوية جدا، بتقول له أنا بحب أقف في المطبخ علشانك يا حبيب قلبي، بتقول لأولادك أنا أخدمكم بعناية من تقطيعة السلطة. يا ماما إزاي قطعت الطماطم صغيرة كده؟ يا ماميتو إزاي قطعت الخيار بالشكل ده كده؟ أما الديك الرومي بتعملي له مساج بتتبيلة، معلقة عسل، معلقة قرفة، معلقة فلفل أسود، معلقة جنزبيل، ومعلقة سكر، وتعمل تغلفيه من فوق لتحت وتدخليه الفرن. ما تعبتيش فيه خالص، ده ما بتتعبش عليه. تعالوا نعمل التتبيلة بتاعتنا كده. شوية الخس دول عاجبيني بصراحة، ما ينفعش أسيبهم، باخدهم كده. اوعي حذاري تغسلي الخضار قبل التقطيع، ده يتغسل، الخضار يتغسل بعد التقطيع، سوري قبل التقطيع مش بعد التقطيع. جرجير، سبانخ، ده اتغسل قبل التقطيع، بناخدهم كده. حلو قوي. تعالوا التتبيله بتاعته عباره عن ايه يا عم الشيف؟ هو ده الكلام بقى. عندي بوله صغيره بحط فيها زيت زيتون، الاول بحط فيها شويه شوفان حلوين كده من اللي عندي دول. الشوفان ده متحمص او مش متحمص عادي. بحط على السلطه دي شويه فليفر من التوابل، البابريكا الحلوه. طبق السلطه كده يتاكل اهو. حلو. بحط زيت زيتون وعصير ليمون. زيت زيتون وعصير ليمون. لو انت بتحب المستردة حط مستردة عادي. شوف الشوفان. ليه حطيت بابريكا على الشوفان؟ لان الشوفان لما بيتاكل لوحده كده الواحد بيجزع منه، فوجود البابريكا هنا بتدعمه بالطعم. حلو الكلام. عصرة ليمون حلوة. حلو قوي. معلقة خل لطيفة. عايزة تحطي عين جمل حطي زي ما انت عايزة. ما تنسيش فص الثوم الحي اللي بيدي طعم حلو قوي. البهريز بتاعنا ده كده، ونقلب الخلطة دي كده. جربي تحطي معلقة شوفان في تتبيلة السلطة إذا بتعمليها ريجيم بالشكل ده كده. شوف الشيف المغازي هيعمل ايه بقى الاضافه بتاعته. معايا بصلايه حلوه عيني جابتها، باخد البصلايه دي زي ما هي كده، الله، واقطعها شرايح كده. دي مهمه جدا على فكره، البصل من الدرانيات اللي بتنشط الدوره الدمويه، الدوره الدمويه في انحاء الجسم، زيه زي الجنزبيل، زيه زي الثوم. درانيات بصل، جنزبيل، ثوم، باخدها واسقطها هنا كده. وناخد التتبيله دي يا عم الشيف نسقطها على وش السلطه. امتى؟ ولادك قاعده على السفره، جوزك خلاص وصل. حلو ده مهم جدا على فكره. دي بعملها احطها في الثلاجه بالشكل ده كده اهو. قدامنا وقت قد ايه يا شباب؟ التتبيله دي مهمه اهو، باخدها كده اسقطها كده على وش السلطه اهو. الله. لف بقى مطاعم الدنيا كلها مش هتلاقي طبق سلطه بالنظافه دي. ما اقصدش انا، اقصد انت، ايدك انت يا امي، ايدك انت يا اختي، يا خالتي. طبق السلطه انصحك تاكليه في البيت من فضلك. طبق السلطه انصحك تاكليه في البيت، خاصه لو بتعمليه بطريقه صحيه زي ما انا شغال دلوقتي كده. بصل، شوفان، البابريكا حطيتها على الشوفان عشان اتقبل طعمه، مع البصلايه، مع الخل، مع عصير الليمون، مع زيت الزيتون، زي الفل يا عم الشيف. السلطه دي بعد 5 دقايق من الان هتلاقيها هبطت، هي الورقيات كده طبيعتها. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل، فيها معلومات اكل صحي، وزي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه الوقايه خير من العلاج. ازاي؟ بايدي
عايز اصنع واخلق مطبخ صحي اللي هو في البيت عندك كده. حلوين يا شباب، ديت نغرفها لك، هي لسه شويه سخنه على فكره. حلو، خلي بالك. خلونا طبعا في عجاله كده نتكلم عن المطبخ الصحي. المطبخ الصحي مش محتاج ان انا اروح لدكتور تغذيه واخبط عيادته واقول له اعمل رجيم ازاي واعمل اكل صحي ازاي. لو كلمك من لمده سنه انت مش هتعملي غير اللي في راسك. افتحي باب الثلاجه، تابعي برنامج اكله امي، انا دارس تغذيه، هدلك وانصحك وانا هفكر معاكي وهخليك انت تختاري تعملي اي اكله نفسك فيها بطريقه صحيه بالدراسه. حتى المهلبيه تعملها صحي. هتقولي ازاي يا عم الفيلسوف حليب من السوبر ماركت قليل الدسامه؟ هتستخدمي هنا بدل النشا شويه شوفان. نقعت الشوفان من بالليل في التلاجة بقى معاكي له قوام، هتحطيه على الحليب وتحطيه غلوة على النار، هتحليه بمعلقة عسل أصبحت تقريبا بنسبة تعدي 80% صحي، وأكلت مهلبية. تزينها بإيه؟ شوية فول سوداني، شوية فستق، شوية عين جمل، من غير ما تحمصيهم ولا تدخلهم الفرن، وتقدميها لأولادك بألف هنا وشفا. أنا بدأت بالمهلبية لأن بحب أكلها بالطريقة دي. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.